رسالة من حركة 10 آب إلى الشعب السوري كافة. أنتم أمل سوريا، أنتم أمل هذه البلاد، فلا تخذلوا. حركة 10 آب. شباب، حركة شباب 10 آب، مالكم بدنا نعيش. مجلس مدينة جبل، حركة 10 آب. عم بتحاول الآن يطلع صوتها، يعني عم تكسر هاي المعادلة الخوف. هذا كتير مهم. بغض النظر هاي المحاولة قديش رح تستمر. هلا مهم كتير إنه أنا برأيي إنه الناس الآن مثل ما يعني عم بسمع إنه الناس التانيين ما عم بيشاركوا، بس إن اللي عم بيشوفوا هاي القصاصات اللي عم تنحكى واللي عم بزتوها شباب عشباب إنه مرتاحين، لأنهم مبسوطين بدنياها تكبر. كيف ممكن نحميهم لهدول الناس؟ أنا بقي فينا نحميهم بالطريقة التالية: أي قصاصة ورق بيمسكها أي مواطن ياخدها وينسخها 10 نسخ ويكبها بالشارع وهكذا. هي الحالة بصفي الناس، بصفي الشوارع كلها معباية، بصفي البيوت كلها معباية، بصفي الضيعة كلها معباية، وبالتالي بيستحيل على النظام إنه يقمع كل الناس هدول. إذا كانوا اللي عم بيوزعوا هن 15 واحد فقط، بهالطريقة هي بصفوا 100,000 وما عاد يعرف النظام مين بده يعتقل. يعني حمو اي صوت بيطلع، ما تحمو يعني بالسلاح، فيكم تحموه بطرق كتير. حمو الناس اللي بلشت تتحرك مشانكم، ما تتركون لقمة سائغة لعصابات الاسد.